أخبار اليوم. هاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا الفوانيس، حنزف عريس يا ولاد، حنزف عريس. هاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا الفوانيس، حنزف عريس يا ولاد، حنزف عريس. حيكون فرح وتلاتين ليلة، تلاتين ليلة. صفيح وإزاز وعزير وبويا ودهان. المرحلة الأولانية للفانوس بتبتدي حضرتك تعمل ايه عشان خاطر تكون فانوس؟ عشان اكون فانوس بقعد اجيب لمؤاخذة المقاسات بتاعته اللي انا هعملها واللي هي الاستنباط، وبعد كده اقص عليها الصفيح، وبعد كده اروح مقطع عليها الازاز بتاعها. دي بتبقى عبارة عن ايه بقى؟ المقاس ده انت بتحدده ازاي؟ المقاس ده انا اللي بصنعه بايدي. اه غير الفانوس الكبير، كل واحد ليه مقاساته، ده كذا صنايعي بيقعدوا يشتغلوا فيه. يعني هي مراحل بتشتغل مثلا في المرحله الاولى؟ يعني انا لما اقعد اقص في غيري بيطبع، وفي غيري بيخش على المكبس يكبس لمؤاخذه النقاشات بتاعته، وفي غيري بيقطع ازاز، وفي غيري بيلحم يخرج للنهايه خمس ست صنايعي. طبعا عشان خاطر المؤاخذة المخازن، عشان نخزن الفانوس. الفانوس ده لسه ليه شعبيته، ولا الفوانيس الجديدة أثرت شوية على شعبيته؟ لا لا لا، الفانوس المصري ليه شعبيته، ما عمره ما انكرت. لو انكرت الفانوس المصري مفيش رمضان. التنورة، المدافع، درويش، الرجم بتاع العرسوس، عربية البطاطا، اللي هي حاجات المميزة للشارع المصري. اللي هي المهن اللي احنا مميزين بيها، اللي احنا متعودين عليها وكل الناس بتشوفها. عايز اقول لك، انت بتشتغل كام ساعة في اليوم؟ 24 ساعة. 24 ساعة ما بتنامش؟ طبعا ما بنامش. مسؤول عن توريد كمية معينة، ولا عشان خاطر تبقى مثلا مسؤول عن ان انت تغذي المحل بتاعك، او في طلبيات مطلوبة منك؟ لا، بيبقى في طلبيات مطلوبة، وكمان في ناس كتير او فاتحه. خارجيه ولا داخليه؟ يعني لا، بره مصر ولا جوه مصر؟ لا، جوه مصر. جوه مصر. جوه مصر. شغل الخياميه مطلوب؟ طبعا، لان انا اساسا خيامي، اساسا مهنتي خيامي، فطبعا بعمل فن، بعمل البلم بتاعت بعمل البلم وبعمل اللوح الفنيه. واللهم صل على النبي، انا ما بكلمش عن نفسي، يعني اني انا الثالث من المهنه في الصنعه كلها، يعني بيشهدوا لي ان انا الثالث في الصنعه. اخرجيني يا ولاد،